فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى صحيح البخاري: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. كأن الضحك إشارة، وكأنه يقول والإشارة غير مؤثرة. والصحيح أنه صيد المحرم لا يجوز إن كان محرما، وصيد من كان في الحرم وإن لم يكن محرما لا يجوز. وأراد هنا المصنف أن يعني يشير. ربنا أحفظكم وأحفظ فضيلة الشيخ يا رب، الله يشكر له وأن يحسن إليه، ونسأل الله أن يمتع به وأن يفتح له كل أبواب الخير. يا رب يا رب بارك في شيخنا وعالمنا وكبيرنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو، الله يطيل في عمره ويحسن في عمله. نسأل الله أن يطيل في عمر وعمل ويحسن في عمل أقرانه وأترابه من إخوانه العلماء النبلاء، فضيلة الشيخ إسحاق، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، فضيلة الشيخ مشيخنا جميعا. نسأل الله أن يحفظه ويحفظ بهم، ونسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم وإليه، اللهم أمين يا رب العالمين. أراد المصنف أن يشير إلى أنهم ضحكوا ففطن لوجود الصيد فذهب فأخذه. الغريب في هذا الحديث هو أن أبا قتادة لم يكن محرما وكانوا قد أحرموا، وسأبين ذلك في هذا الباب. هو أولا المصنف رحمه الله تعالى، نعم، روى الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه، ويتكلم عن نفسه، ولم أحرم، فأنبأنا بعدو بغيفة، بعدو بغيفة أو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحشي، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، يعني كانوا يضحك ويقول: الحمار الآن أمامنا ونحن نريده ولا نستطيع أن نصل إليه. فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبتته فاستعنتهم، فأبوا أن يعينونني لأنهم على إحرام. فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، يعني يسرعون جدا ليذهبوا إلى النبي. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركتم أو أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتاحي هو قائل السقيا، فلحقت برسول الله حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤونك أو يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل، فقلت: يا رسول الله، إن الصدنا حمار وحشي أو حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال النبي لأصحابه: كلوا وهم محرمون. قال: كلوا وهم محرمون. هذه مسألة مهمة، قد يمر المرء على الميقات ولا يحرم، وإن أراد الحج والعمرة لكنه أرجع ذلك لعارض كأبي قتادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة عينا له، النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة عينا له، فأحرم أصحابه وهو منشغل بعمله ولم يحرم هو. فإذا وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا كما قال علماؤنا في هذا الباب: لمن لم يأتي عارض يمنع، لمن لم يأتي عارض يمنع، وقد جاء العارض يمنع أبا قتادة لأنه صار عينا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتى بالخبر
لرسول الله أحرم، لكنه قبلها يعني لما تعرض السير مع أصحابه ظهر لهم الحمار الوحشي، كأن بعضهم ينظر لبعض ضاحكا، وكأن الضحك هنا يقول نحن نحتاج لهذا الحمار الوحشي لكننا محرمون لا نستطيع الوصول إليه. فلما نظر إلى ذلك أبو قتادة وكان حلالا ما كان محرما صاده، ولما صاده أكل منها، وقد خشي أبو قتادة وخشي الصحابة وقالوا نسأل رسول الله، فأسرع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فضحك وقال الأصحاب هم محرمون، حال كوني محرمين، قال كلوا. وهذه كما قال علماؤنا إذا صاد الحلال صيدا ويقصد به المحرم فلا يجوز أكله، لأنه ما صاده إلا للمحرم، والمحرم محرم عليه الصيد، فيؤتى من غير قصدي فلا يجوز أكله. ولذلك الصعب من السامة أن النبي قال إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم، لأنه صاده من أجله، لأنه صاده من أجله. لذلك قال إنا لم نرد عليك إلا أن محرمون، فلذلك رده لأنه صاده من أجله. لكن أبا قتادة لم يصده لا للمحرمين ولا لأجل النبي الأمين، لذلك قال لمن معه من أهل الإحرام قال لهم كلوا لأنه لم يصد لهم خصيصا، وإذا جاءهم على أنه طعام وصاده الحلال فصح أكله. في الباب الثاني قال لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، وروى نفس الحديث وهو أنه لما أراد أن يصيده واشتد الأمر عليه قال أعينوني، قالوا لا نعينك، وإذا أعانوه يحرم عليه أكله صار ميتا، وإذا صاده يقصد أن يأكلوه صار ميتا، لا يجوز ولا يستحلوه. هذا ملخص البابين في هذا الباب، وأنه الحلال إذا صاد صيدا حل له، بل وللمحرمين الذين لم يصد له، وإذا صاد صيدا يقصد به المحرمين حرم على المحرمين أكله. الفوائد المستنبطة: لا يجوز إعانة الحلال على الصيد إن كان المعين محرما، لا يجوز. تقديم الأهم على المهم واجب، مع أنه مر على الميقات وقد قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غير حج العمرة، ومع ذلك لما كان عينا للنبي كان الأهم هنا نصرة الدين وتنفيذ أوامر الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.